يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى جعلوا أصابعهم في آذانهم، يقول هل هذا على حقيقة القول أم أن فيه مجازا، وهل يوجد مجاز في القرآن وفي اللغة؟ ما في القرآن مجاز، القرآن كله حقيقة وليس فيه مجاز، ولو كان يجوز في اللغة المجاز لا يجوز في القرآن أبدا، القرآن كله حقيقة. جعلوا أصابعهم على ظاهرهم، جعلوا أصابعهم، مش تبي غير هذا. نعم.